إنني أرسل مصاريف دائما للأولاد والوالد والوالدة وأرسلها كالتالي: نصف المبلغ للأولاد والنصف الثاني للوالد والوالدة، علما بأن الوالدة ليس معها أحد إلا هي وحدها. هل علي ذنب لأني أرسل للأولاد أكثر من الوالدة والوالد، أم أرسل إليهم ما أستطيع؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن البداءة تكون بالأقرب فالأقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وابدأ ومن تعود. يبدأ بالأولاد والزوجة، ثم بالوالدين، ثم بالأقارب. والنفقة إنما تكون بقدر الحاجة، وما زاد عن ذلك عن الحاجة إنما هو من باب النافلة. ولا شك أن ما ذكره السائل من أنه يرسل لأولاده قسطا من المال ويرسل لوالديه، هو قد أحسن في هذا، وهذا هو المطلوب، أن ينفق على أولاده وأن أيضا ينفق على والديه أو يصل والديه، وإن لم يكونا محتاجين وإنما هذا من باب الصلة وتطيب خواطرهما، هذا من الإحسان إليهما. جزاكم الله خيرا.